بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني الدكتور عمر عبد حميد محمود الخطاب الناصري، النجل الأكبر للفريق الدكتور عبد حميد محمود الخطاب الناصري، سكرتير رئيس العراقي الراحل صدام حسين رحمهم الله وتقبلهم مع الشهداء والصديقين. بين الحين والآخر يظهر لنا شخص ما ليتحدث عن والدي بمواقف وأمور مغلوطة لا أساس لها من الصحة، سوى إشاعات مغرضة وكلام باطل، القصد منه تشويه تاريخ ومسيرة رجل خدم العراق والدولة بكل إخلاص وتفاني في كل المواقع التي تبوأها والواجبات التي كلف بها سوى قبل أو بعد الاحتلال، وقدم حياته ثمنا لأجل إخلاصه لعراقنا الحبيب. وإني أعدكم وأعد كل محب ومهتم بأن أشرح لكم الأحداث التي دارت والتي عايشتها بنفسي وبشكل مفصل قريبا بإذن الله، وسوف أكشف لكم زيف وادعاءات الأشخاص الذين أرادوا تشويه مسيرة وتاريخ والدي المهني والجهادي في خدمة العراق. وملاحظة أخيرة أحب أنوه عنها، أن والدي رحمه الله بدأ مسيرته مع الرئيس الشهيد منذ عام 1974، وكان معه في جبهات القتال ولم يتخلى عنه يوما، وضحى بنفسه وقدم حياته لأجل العراق العظيم، بل واعتقلت عائلتي بأكملها، وعذبنا أنا وأخي علي أشد التعذيب من قبل المحتل. وبعد كل هذا يخرج علينا بعض الأشخاص تحركهم أيادي خفية مرتعشة ونوايا تخلو من قيم الرجال والإنصاف، ليشككوا بوطنية والدي ويحاولون جهدهم تشويه الحقيقة وتاريخه الوطني المشرف الذي يشهد له كل وطني شريف ومنصف. وكما أشرت أعلاه سوف نتحدث بهذه الأمور بشكل مفصل لاحقا بإذن الله. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتقديري لكم ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.